اللي يفكها بالانقلاب ما يسلمهاش بالانتخاب. حبيت نبدا بالجمله هذه باش نقول اللي حزب العمال لا تفاجأ ولا تصدم بالشيء اللي قاعد صاير اليوم في علاقه بالمهزله نتاع 6 اكتوبر الجاي، الانتخابات الرئاسيه. والمساله هذه ما هيش مساله نتاع وحي ولا مساله نتاع دجازة، انما هي مساله نتاع تحليل نتاع منطقه نتاع عقل. قيس سعيد ما عملش انقلاب وما عملش نظام سياسي على قياسه اللي خذا فيه سلطات فرعونيه باش يجي من بعد يقول يجاو خذوا السلطه طرق ديمقراطيه بطرق عن طريق الانتخاب. قيس سعيد قال وان السلطه ماهوش مش يسلمها لغير وطني، وهو اللي يحدد شكون وطني وشكون مش وطني. وقيس سعيد زاد قال أنا مسألة الانتخابات هذه مسألة نتاع بقاء أو فناء، والفاهم يفهم، معناها ماهوش مش يسلم في السلطة وماهوش مش يعمل انتخابات ديمقراطية، وإنما مش يعمل مهزلة اللي في نهاية الأمر يفوز فيها هو وتكون عبارة على بيعة لشخصه. هذاك علاش حزب العمال منذ البداية قال ما ضيعوش وقتكم في لمان تزكيات وجري منا وجري من غادي باش في الاخر بالكل هذا الكل يمشي يضيع، ناس في الحبوسات، ناس في المنفى، ناس هاربه على الحدود، ناس في اقامه جبريه، وحتى اللي قبلوا ترشحات نتاعهم الزوز هذا من قبلوا ترشحاتهم قيس سعيد فيهم واحد اصبح يبحث. حزب العمال دعا للمقاطعه، مقاطعه نشيطه باش يقع عزل سلطة الانقلاب، باش تقع المراكمة من أجل إسقاط سلطة الانقلاب، ويتجمعوا التوانسة، تتجمع قواهم الحية الديمقراطية والتقدمية حول برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي اللي من شأنه باش يخرج تونس من الأزمة اللي هي فيها، الأزمة اللي عمال تكبر وعمال تتفاق. التصويت نهار 6 أكتوبر راهو تصويت الفقر أكثر، الاستبداد أكثر، الميزيريا أكثر. تصويت نهار 6 أكتوبر راهو تصويت على مستقبل كارثي بالنسبة لتونس وبالنسبة للتونسيات والتونسيين. ذاك علاش بكلنا نفهموا على بكري اللي لازمنا نقاطعوا الانتخابات هذه مقاطعة نشيطة، نلتفوا حول برنامج مع بعضنا ونعمل على إسقاط سلطة الانقلاب ونبنيه تونس اللي نحبوها، تونس شغل حرية.